ضمن الجهود المبذولة لوزارة الصحة في مكافحة الفيروس التاجي، انطلقت في محافظة دير الزور الحملة الوطنية المكثفة للتطعيم ضد فيروس كورونا، والتي تستمر حتى الثاني من حزيران المقبل. عندنا بدير الزور 11 مركز صحي ثابت تقدم لقاح كورونا، عندنا 37 فريق جوال يقدموا لقاح الكورونا للمناطق البعيدة والنائية واللي صعب وصول المواطنين إلها. فرقنا الجوالة ومراكزنا مجهزة بكل التجهيزات اللازمة لحفظ اللقاح والمحافظة عليه. اللقاحات اللي موجودة هي لقاحات آمنة ولقاحات صار مجربينها احنا فترة طويلة، الحمد لله ما صار بأي مشاكل ولا أي مضاعفات. وهدفنا احنا حاليا انه نرفع عدد الملقحين بمحافظة دير الزور من خلال الحملات الوطنية اللي تقوم بها وزارة الصحة لأكبر عدد ممكن، لحد ما نوصل للنورم العالمي لعدد الملقحين حتى نقدر نسيطر على الوباء ونسيطر على المتحورات. الحملة تشهد إقبالا متزايدا من المواطنين لتلقي اللقاح الذي أمنته الحكومة مجانا لمنع تفشي الوباء. أخذنا اللقاح الحمد لله، اللقاح طبعا مجاني، وننصح كل الناس تجي تاخذ اللقاح حفاظا على حياتهم وحياة الناس اللي يتعاملوا معاهم. يعني اللقاح ضروري خصوصا بهالفترة، حماية لنفسنا وحماية للمجتمع. الحمد لله أنه اللقاح موجود وآمن وسليم ومجاني، وإحنا نشكر الكادر الموجود هون اللي قام بواجبه وزيادة. الحملة تهدف لتقديم اللقاح لأكبر عدد من المواطنين في إطار المساعي المتواصلة لتحصين كافة الأهالي من الفيروس المستجد. إبراهيم الظلي، الإخبارية السورية، دير الزور.